خلونا بقى نعرف ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه نورهان طمان، هي متواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. نورهان صباح الفل عليكي، وجاهزين ان احنا نسمع منك بقى ايه اخر الاخبار، وشكلك مش نايمه كويس، طولت انت في حفله مدحت صالح امبارح في الاوبرا، شفت لك صور جميله هناك. يا بختك بحضورها. يا صباح الفل يا كريم. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند. والحقيقه كانت حفله فعلا كانت عايزاكم، يعني مدحت صالح الحقيقه يعني واحد من اجمل الاصوات في تاريخ الاغنيه المصريه بشكل عام، مش بس في وقتنا الحالي. وطبعا احنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره زي ما عودناكم يا كريم ويا نهاوند، نطلعكم على الاجواء وايضا اخبار الفرق المختلفه. بس قبل ما اروح للاخبار وقبل ما اروح للاجواء، يعني انا بس عايزه احذر من اي حد يجي ناحيه ابراهيم طمان. انا سامعه من اول ما وقفت قدام الكاميرا وانتم بتتكلموا مع المخرج، وواضح ان انتوا بتضطهدوا كل ما هو تمام بقى في القناه دي. ده احنا انت عارفه في الاول كانوا ناس فاكره ان انتوا اخوات تقريبا، اكيد كنتوا بتسمعي ده كتير صح؟ طبعا 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 طبعا. احنا عندنا ثلاثه تمام بقى قبله في حياتي، ناس بتفتكر اخويا او بنته، تعالي نكبره بنته البكريه. لا 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 اتفضلي سامعين. طبعا زي ما عودناكم احنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، بنطلعكم على الاجواء واخبار الفرق المختلفه والاجواء. الحقيقه بقى لنا يمكن اكتر من نشره متواجدين في الساعات الاولى من صباح اليوم، الجو حلو جدا ومشجع جدا على تواجد الاعضاء. وزي ما عودناكم او زي ما اتعودوا الاعضاء ان هم طبعا يلاقوا ترحاب كبير جدا في الساعات الاولى من صباح اليوم من قبل العاملين هنا. اما بقى نروح لاخبارنا، والفريق الاول لكره القدم اليوم بيختتم استعداداته قبل مواجهة فريق بلدية المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري العام. زي ما احنا عارفين كانت المباراة أجلت طبعا بسبب ارتباطات النادي الأهلي القارية في بطولة دوري أبطال إفريقيا. كان آخر ظهور للنادي الأهلي أمام سموحة، وكانت المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. عصر اليوم هيتم طبعا التدريبات أو هتقام التدريبات على ملعب مختار التتش. كمان خلينا أقول لكم أنه مستر مارسيل كولر المدير الفني هيقف على كل الجوانب الفنية للفريق، والوقوف طبعا أيضا على آخر مستجدات اللاعبين. كمان خلينا أقول لكم أنه الجهاز الفني أو الجهاز المعاون لمستر كولر هيكون طبعا له دور كبير جدا مع اللاعبين في تدريبات اليوم، والحديث حول عدم الاستهانة بأي طبعا خصم سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى القاري. وطبعا بنبارك للفريق طبعا بعد فوزه على فريق ميديام الغاني في مباراة عصيبة بهدف دون رد زي ما شفنا وفرحونا، ودايما رجال الكرة ورجال الفريق الأول دايما بيفرحونا. مستر مارسيل كولر هيكون له حديث خاص عن الثغرات الدفاعية بعد ما شفنا بعض الثغرات في المباريات الماضية. كمان خلينا أقول لكم أنه طبعا النادي الأهلي بيحتل المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعد ما فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلقى ولله الحمد طبعا أي خسارة. استقر طبعا استمرارا للحديث عن الكرة والفريق الأول، اتحاد الكرة بيستقر على إقامة مباريات دور ال 32 لبطولة كأس مصر في شهر مارس المقبل، على أن تقام في الفترة تحديدا من 16 مارس وحتى 28 مارس. نروح بقى لشباب نادي الاهلي واهلي 2003، طبعا بنبارك لهم بعد الفوز على الاتحاد بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراه بالتعادل السلبي بين الفريقين. يمكن طبعا المباراه كانت اقيمت على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وشباب نادي الاهلي وصلوا للنقطه 50 بعد فوزهم امس على الاتحاد. النهارده سيدات الكره الطائره هيواجهوا الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي السوبر في المباراه المنتظره في 8 مساء على ملعب طبعا الشرطه، صاله اتحاد الشرطه. المباراه اليوم بعد طبعا ما الفريقين اتاهلوا للنهائي. ايضا صاله اتحاد الشرطه هتستقبل غدا نهائي السوبر الرجال بين النادي الاهلي ايضا ونادي الزمالك.
كمان خلينا افكركم ان النادي الاهلي هينظم البطوله الافريقيه لكره القدم بعد ما حصل على موافقه الاتحاد الافريقي. رجال الطايره كانوا طبعا تاهلوا بعد فوزهم لنهائي السوبر بعد فوزهم على طلائع الجيش بنتيجه 3-1، وزي ما قلنا لكم ونفكركم هيواجهوا نادي الزمالك غدا في الثامنه مساء. اما بقى على صعيد اليد فرجال يد الاهلي اللي بيتصدروا جدول المسابقه ان شاء الله بيواصلوا استعداداتهم لمواجهه سموحه غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجوله العاشره من المرحله الثانيه لدوري المحترفين. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك.